شاف الجميع هذه المباراه يعني فكانت هي مباراه يعني بين واحد جوج فرق اللي يعني تتنافسوا على المركز الثاني. من بعد يعني جوج ديال الهزائم متتاليه يعني خارج الديار ديالنا يعني كنا يعني طامحين على اننا ننتصروا يعني باي طريقه كانت. الحمد لله يعني كل شيء شاف السيناريو ديال المباراه، سجلنا هدف من ضربه جزاء، جاء تعادل ديال الفريق الخصم من ضربه جزاء. الحمد لله يعني نزلنا عليهم بكل الثقل ديالنا في الشوط الثاني وتمكنا باش نسجلوا الهدف الثاني ديال ايوب الكحل. والحمد لله يعني تنهدي هذا انتصار الجماهير ديالنا ومازال يعني ما صارت البطوله طويل، حنا غننافسوا حتى الاخير رمق ان شاء الله. شكرا. كنحيي هاد الجماهير هادو اللي جاو ساندونا، وهاد فيكتوار هذا كان 3 بوا كنهديها لهم. الحمد لله كنقول ديما الكلمه ديالي، حنا الحمد لله غاديين في الاتجاه الصحيح ديالنا وكنتمنوا من الله نبقاو غاديين مزيانين. وكنقول فيليستاسيون للدراري اللي داروا هذا المجهود هذا، واش غنقول لكم ميرسي بوكو وشكرا. اول حاجه كنبغي نشكر الدراري لهذا الاداء الرجولي اللي كيقدموه في كل مباراه. ثاني حاجه المباراه ما كانتش سهله، ماركينا الهدف الاول، تمرك علينا التعادل الحمد لله مع التعليمات المدرب في الميطه الثانيه. بقينا عازمين باش نحققوا النتيجه ايجابيه وتاثرنا باش نماركيو الهدف الثاني، وجاتنا الفرص في الماركيو الثالث والرابع ولكن ما كتبش. اهم حاجه هي الثلاث نقاط، وان شاء الله حنا دائما غنكونوا في القمه باش نفرحوا الجماهير التطوانيه. كما شفتوا المقابله كانت صعبه، ما قدمناش ديك المستوى اللي كنقدموا ديما في الميدان، كثرت الرياح، الجو ماشي ديال الكره. والحمد لله المهم هو اننا حصدنا ثلاثه نقاط اللي كنا محتاجين ليها الحمد لله. وكنشكر اول حاجه ذاك الجمهور، هذا الجمهور هذا اللي جا، وان شاء الله غادي نقدموا له في الاخر ديال العام واحد الهديه كما يقولوا ان شاء الله من اربع المراتب الاولى ان شاء الله. ماشي مقابله مكانتش سهله، مقابله عرفنا تكون صعيبه، لان انت كتعرف ملي كيكونوا جوج الفرق يعني متقاربين في النقاط كتكون مقابله صعيبه. حنا الدفاع الحسني الجديدي يعني تا هو هذا العام عنده فريق يعني ممتاز وكيقدم مباريات جميله. الحمد لله حنا دخلنا اللاعبين عازمين باش نحققوا ثلاثه النقاط، والحمد لله داك الشيء اللي تاثرنا. وكنشكر الجمهور ديالنا اللي كيزيد يساندنا، كنقول له زيدي شجع الفرقه ديالو، لان هذا العام فرقه يعني انتما كتشوفوا مزيانه ان شاء الله. بمقابله كتزيد فرقه تتحسن الحمد لله. ثلاثه نقاط كنديهم للجمهور وان شاء الله اللي ما جاي يكون احسن ان شاء الله. الحمد لله اولا كنهنئ اللاعبين على المجهودات اللي قاموا، كنظن انها مقابله ماشي سهله. ثلاثه نقاط كتخول لنا ان شاء الله اننا غنمشيو في المسار الصحيح. حظ موفق للدفاع الحسني الجديد، ومبروك المكونات المغرب تطوان.